على يدي عمي رجب الفلاح المصري البسيط، يتحول روث الماشية إلى مادة خام ذات فائدة ومنفعة كبيرة، إذ يضعها في بئر عميق لتصبح بفعل الضغط والحرارة غاز نظيف وسماد يعود على التربة بالخصب والنماء. الفكرة دي يعني شفتها زمان في التلفزيون، في كان واحد عرض برنامج في انجلترا، فأنا شفت الفكرة دي فحبيت إن هي ممكن تكون تنفذ عندنا يعني في يوم من الأيام. نجيب الروث بتاع الحيوانات بنحطه في الغرفة اللي ورانا ديت، والغرفة دي بتسحبه أوتوماتيك، بتنزله في غرفة في النص بيحصل فيها مع ضغط السخونية والحاجات ديت، فبتطلع الغازات لفوق اللي هو الغاز، وبتضغط الروث لتحت، فبتضغط للروث بتطلعه في الغرفة اللي أنا قاعد عليها دي. بعد كده الروث بيتحرك من الغرفة ديت أوتوماتيك لوحده في العالي، يعني بيطلع في الأعلى بيجي في الغرفة التانية دي وبيتم النزع منه. المشروع ده يعني لو تنفذ دلوقتي يعني يعمل في حدود مثلا 7-8 آلاف جنيه، مش اكتر من كده. ممكن ما تكونش معاك انبوب، تجيب حاجه انبوب دي بيطبخ لك احلى طبيخ موفر وكويس يعني وحلو امين، ممكن تنام والمحبس مفتوح عادي ما بيحصلكش اي حاجه. بنطبخ عليه كل حاجه، مش لحد بس اللي طبخ شويه، بنطبخ عليه كل حاجه، لحمه اي حاجه بنطبخ عليه. لما تبص تلاقي مثلا البيت بياخد له من 3-4 انابيب في الشهر مثلا، في في 60 جنيه النهارده الانبوبه، لا ممكن تاخد 2. الغاز الناس مفكره ان هو غير امن، الغاز امن بدليل ان هو متساب في الشارع عادي، يعني انا لو فتحت الماسوره دلوقتي وهويت مفيش مشكله خالص. لما تيجي تبص للشكاره بتاعت الكيماوي هتلاقيها فوق ال 250 جنيه، ده بيوفر لي النص زي ما قلت، ان بيوفر النص الكيماوي للفلاح المصري وبياخد النص التاني. طيب السنة اللي بعديها السنة التانية فبياخد كده مش محتاج كيماوي خالص، يعني لأن ده بيغذي الزرع ومش بيخليه محتاج لا نسبة أزوت ولا أي حاجة. بتوفر مثلا للأرض الزراعية سماد ماشي، فطبعا عشان كده هي فكرة ممتازة، ويا ريت حتى المشروع ده يتنفذ عندنا في الريف. الفلاح لو عنده جاموستين أو بقرتين يكفوا بير 3 متر زي ده يكفوته للشهر.